طب انا مش عاوز اسيب الاستاذ طارق فشناوي غير لما يعني اولا ككاتب وكناقد وكمثقف وكمتذوق حقيقي للموسيقى والغناء العربي. يعني كيف تعقب على وفاة الاستاذ محمد سلطان النهارده الله يرحمه؟ من اقرب الشخصيات الى قلبي، وانا اخر عيد ميلاد له هنيته. طبعا هو احد الرواد، يعني هو لحق اخر لما بدا، يعني كان يدوبك سبق بليغ حمدي بكام سنه. كان طبعا كمال الطويل والموجي العمالقه دول، هو مطلع ستينيات ودول كانوا خمسينيات، فالفارق حتى الزمني لا يتجاوز 10 سنوات. فهو من جيل الكبار اللي كلنا طبعا عشنا على ألحانهم، ولما تنجح مع الكبار فأنت كبير. يعني قيمة محمد سلطان أنه نجح في زمن الكبار، كل الأسماء دي، الطويل وبليغ والموجي ومنير مراد، لما تنجح في زمنهم فأنت كبير. طبعا كان معاه صوت عبقري اللي هي كروان الشرق فايزة أحمد، آمنت بموهبته من أول ما لحلها أمر يا قمر أمرك ماشي، واستمرت المسيرة. وعمل كمان أغاني شعبيات كتيرة زي يما يا هوايا مثلا. ولم تكن فقط مدام فايزة أحمد هي الواجهة، يمكن الأشهر والأكثر تعاونا، لكن هناك أغاني لعدي منهم وردة، محرم فؤاد، قدم محمد ثروت، قدم مدحت صالح، قدم نادية مصطفى، قدم عدد كبير من المطربين لأول مرة، من ألحان هاني شاكر، من المطربين اللي غنوا في بداياتهم من ألحان محمد سلطان. كان دايما يعني متذوق وعاشق، وكان له تجربة أو مشروع تجربة مع أم كلثوم لم يكتمل. هذه حقيقة يعني البعض يمكن بيتشكك فيها، لكن أنا بأكدها. الغنوة اللي لحنها عبد الوهاب ودارت الأيام دي كلمات مأمون الشناوي، كانت لأم كلثوم طبعا. كان في اللحظة ما تقاعد شوية عبد الوهاب، فأم كلثوم قالت لسلطان يلا جو أون لحن أنت. لا هو لما بدأ بقى يلحن وأبهاب عرف، فلما اتصل بيه قال له يا أستاذنا خلاص، ورجع تاني اللحن لعبد الوهاب، وهو اللي عمله عبد الوهاب. ولكن كان في اتفاق ما كان ممكن طبعا لأم كلثوم، لو كانت أم كلثوم توقفت عن الغناء 73 ماتت 75، لكن اعتقد طالما هي رشحته الغنوه كان بيلحنها عبد الوهاب فمعناها انها مؤمنه بموهبته. طبعا كان ممكن كمان يغني لها. طبعا يعني طبعا كان احساسي انه كانت هتلع ان هو كان هيلحن لها وهي تغني بألحانه، لانه دايما ام كلثوم بتفكر في الجيل اللي بعد.